وبركاته. قطعنا الأمير الدوسية. طبعا اليوم جبت لكم في هذا البلوج عن أغراض المدارس، أتمنى أن يعجبكم. بس لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تشتركوا تحت بالقناة. خلونا نبلش. أوكي، بالبداية طبعا أنتم بتعرفوا السناب، يعني صحيح إنها مش شارية، أنا شارية بس لي شنطة واحدة، وكمان عندي شنطتين قدام. قلت يعني صحيح إن المنصة نحط بس أغراضنا مش لازم. اوكي راح نوريكم. هاي اول شنطة، طبعا عربياتها هيك شفتوا، وهاي الشنطة الثانية حقت فراشات، وهاي نحلة شفتوا، نحلة فراشها. اما تيك حقت العيون، راح نفتح هاي يا مقلمة، هاي ما فيها مقلمة، هاي فيها مقلمة. اوكي خلونا نبلش بالصور. وهذا طبعا لزقاتي، هذه لزقات ورود تشو، واما هذه لزقات ابتسامة، خلنا بعضها اخواتي كلهم عادي. وثاني شيء اقلام، عندي اقلام حبر احمر وكمان ازرق، وازرق بالمساحة شوفوا. هاي هو ربي كريته، بغي سكر سكر سكري. اوكي ثاني شي مسطرة سطرة، وكان شريت ذا كمان الوان ثنتين، يعني احترت انا كثير، شريت خشبية ومائية. حلو راح نلون نشوف فيها. اوكي اشطح اقلي ازرق اذا ما في مشكلة. وكمان شرينا أربعة رصاصات، يعني في كرتون خذيت لي زي كذا أربعة، ومساحتين وبراية واحدة، وكرستين كمان لونت فيهن. وهذا الكتب حتى للمنصة، إياه كتب كثيرة. اوكي وكتبي وبس هيك متابعين، فراح ارتب اغراضي الحين واختار الشنطة. اوكي اوكي بنشوف كلنا، يعني اختار الشنطة وارجع لكم. اوكي متابعين، كتير احتريت خذيت هاي الشنطة، فيها مقلمة، راح ندخل الحين لدار الاشياء. المقلمة لازم اثبت الكاميرا زين طلعيني. اوكي نفتحها كذا. اوكي اي زي شنطة ابي اشوف حتى الحين نطير القناة. والاقلام الرصاص كمان. اوكي ربي قلت خاتم ثلاثة مع اني ابي اثنين. اطلع الوردي خلاص يكفين اثنين اصلا في رابع. انا صلح لي وانا ثاني وانا ازرق محايا ابو محايا. اوكي هذا اللي نبغاه نحوية ناخذ عليه، خلي الباقي الترم الثاني. وإيش كمان راح نحط؟ مسطرة هاي هي تنفك ترى لزقة، يعني إيش كمان خلاص كبت المقلة صح؟ يلا كبت المقلة كبت المقلة. حتى أختي تراها بتدرس أول ابتدائي وأغلبها موجودة عندها. أوكي نسكر المقلمة، نسكر المقلمة، خلنا نثبت هذا يا ربي. هيك ثبت. يلا نسكره، مع اني ما راح احضر يوم الاحد المساء، عندنا ظروف هيك، يعني بس بحضر
الأحمر في ألف إحساس. أوكي خلصنا أول نقلة، النقلة ما أقصد. أوكي نقلة ثانية، نزين حاجات أختي في يلا تجيب أغراضها. أوكي أختي اختارت شنطتها هاي، يلا افتحيها. طيب عشان تدخلين أغراضك. طبعا أختي شارية مثل أغراض بالتأكيد، طبعا هي لازم تشتري مثلي. وين مقلمتك؟ اوكي هاي هي مقلمتها. جيبي اغراضك. اوكي ها جابتها اقلام مثل اقلامي، اللهم بس البرتقالي دخلي ما في مشكلة. اوكي اختي دخلت اغراض وانا كمان، بس ما دخلت كتب. يا ربي ذكر. او ماي جاد او ماي جاد، لازم ادخلها. هذا انجليزي خليه قدامي عن اكثر حصص. اوكي احنا راح نشوف فيها. دخل دخل دخل. اوبا طح. المهارات الحياتية والبصرية كمان. احسن لي اخذ على اثنين اثنين لانها ثقيلات كثير. او ماي جاد بسرعة بسرعة. او ماي جاد رياضيات وايش كمان عندهم. او ماي جاد تعبت. هاي الكتب كثير صعبة، ما ادري كيف واحد بيشيل هاي وبيدرسها. اوكي نرجع الكتب الحين. اوكي هاي هي الكتب، بقى كتب بس انه هناك في الغرفة. لا مضر اني ادخلها. اوكي متابعين دخلت الكتب بس خلاصة. ندخل الزبات. تتكبب عيون بتتكبب الزبات. شكلت الزبات. طيب راح احطه وهي ما في شيء. راح احط رب السحب قوي. اوكي حطينا اللزقات هاي هنا. ايش طبعا على الالوان، لا بلون معاكم. ماي جاد اوراق الانجليزي. دخلي. اوكي خلص. اوكي دخلنا الحين بنلون. ايش رايكم؟ او ماي جاد شنطة ثقيلة. او انا ثقيلة. خلونا نكمل لون اقصد. اوكي هذه هي رسمتي الاولى، يعني بايخة صح؟ بايخة. بعد شنطة طبيعي. هذا خبيط لخبيط قولوا. صار خبيط لخبيط. خذي ما كملتهاش. خبيط لخبيط كل شيء. خبيط لخبيط بس تعال تقول اسم الرسمة وانا ما رسمتها. اوكي بس احتاج الى اشياء كثيرة راح اطلعها. اوكي اوكي خلينا نبلش بالرسمة. البداية نحتاج الى مسطرة. ناخذ القلم تعال ونسطر شوية. نسوي هيك الكاميرا. هذا التسطير، هذا التسطير. أنا نسوي هيك، لا هيك. ما نمو ثقة يعني إني رح شو اسمه أزين رسمة، يعني أنا أكثر أفشل الناس بالرسم. حطها، أوكي؟ سب سب هون، أوكي؟ أوكي أوكي. نقاط عشان نعرف نتعلم. كبرت شوي صح؟ هادو بين عن طاولة. هادو قلت كده صح؟
توريهم. ايوه هيك قبل هيك عشان يشوفوا متابعين، وبعد نسوي هيك بس نفرق. بس انا قاعد افكر لفت قلت لكم انها تنفك، بس ما عاد انا اقدر اصمد. بعدها راح تجون من اخر الفئات قلبي هيك وتحت. اوكي راح تجون من هون الفئة وتحطون كذا 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 هوبا طبعا. اوكي انا استبتك لازم اضبطه، يعني ما راح تشوفون بس لازم اضبطه. انا سوري شخطت شوي صح؟ شخ 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 خريط، لا خلص الخريط. اوكي راح نكمل كمان بهذه الرسمة. راح نكمل من هون. ايوه هيك، هاي طريقة سهلة عشان انكم ترسموا فناء. مع اني ما ضبطت هذي مساحة. هاد شو سويبه؟ كيف ربي كيف؟ ذكرت الان. يعني ايش خلطت شوي صح؟ ناخذ النهاية ونفكها بالبداية. ربي نسيت المقص حقي هناك، ما عندي حل لي شقة بأسناني. هاي الطريقة الوحيدة. طويلة. اوبا فكيناها فكيناها. راح نشوفوا هون الخط هاي طويل. امسحوا بعد ما ترسمون. ربي هذا ما يمسح او ايه؟ مسح. او ماي جاد مسح لوثت. حلو. او ماي جاد البرد كلاني. بيبانا مقفلة. خلص مبين صح؟ او ماي جاد تعب. بمسح وارجع لكم. اقول لكم المتابعين صارت الرسمة افشل رسمة بالعالم، فلهذا راح اغيرها. اوكي وش الصفحة الثانية؟ او ستوب على الصفحة ما فيها اشي. انا ما عادي صفحة ثانية صفحة ثانية. اوبا او ماي جاد اوبا. اوكي هاي هي الالوان. ما بعرف ايش ترسم. اعطوني افكاركم يا متابعين. بقول لكم شوفوا الالوان متخربطة، اعصيها اغطيها ما بعرف ليش بس ما عادي. برسم لي رسمة تاري. مسكين ستوب لازم ازين هيك كذا بالرأسة بخربي. اوكي راح ارسم عشاء وراح نشوف اذا انا راح نفلح او لا. ما في خطا ونبلش ان شاء الله نفلح فيها اي مرة. يعني ما راح افلح شكلي. أنا بنحط خطوط خطوط خطوط. أوكي خلاص أخضر. راح أرسم الخطوط الخضر وأرجع لكم. أوكي أوكي متابعين رسمت العشب. مسكيه زين هيك بس ما أظن إنه جام صح؟ شب. يعني ما بعرف إذا هو كيش خبيط صح؟ أو تدقش خبيط. بعد خبيط خبيط. يلا نفلح فيها. يعني ما ناخذ نوع. اها ايش ناخذ من الالوان؟ يلا قولوا. خسر اوكي راح ناخذ ورود. ورود ايش كان ورود؟ بينك. مع انهم هم بينك بس يلا احنا نرسم الزهور. خلونا نبلش. نقرب هيك الرابعة.
كأن لها يدين. انت خربت الكاميرا يا اختي، بس هذا اوكي او ترى برسم منك. يا امي بحس صب 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 صب. اوكي راح نرجع المسج مع سليمان. الشمس تروح وتعطي الزهور طاقة وتكبر 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 وتكبر. وبعدها ماذا أرسم؟ السماء السماء، لكن أين اللون الأزرق؟ أزرق أزرق، هذا هو الأزرق. نرسم هون السماء بسيطة، أوكي؟ بشيط بشيط، قول كأنها بحر صح؟ ببين لكم شوي، لأن أحسن ما تبين، صح؟ يشبه البحر صح؟ خلي صين السم شوية بسيطة. اوكي وهذا ايش راح نخلي اللون ترى؟ ارسم كمان زهور او خلاص زهور زهور في اللون الاحمر. اللون الاحمر بعطس والله. كبرت 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 كبرتها هاي المرة وزدتها كمان. شخبطتها شفتوا؟ أنا أقول لك والله عادي مثل لحيها، إنها آخر زهرة راح نرسمها. قطعنا اللون الأحمر. أيوه شخبطني. طيب ايش راح ناخذ هون؟ ايش ناخذ؟ هذه كل الاوضاع اخذنا. اوكي 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 ايش نسمي بالزهور؟ منعشر سماء رقاء شمس. ايش كمان ايش كمان؟ اعرف ايش نكتات. يلا اسماء اني ما راح اعرف. يلا ناخذ لكن ناخذ هذا قربة علشان اقدر ارسم لعيني يا اخي. مبتسمة. اوكي حطيت لها مبتسمة، ايش رايكم؟ يا ربي بخربها صح؟ يلا من هنا، لا من هنا. ربي كبير والله.